انت ما لو قعدت تفكر في الكلام اللي بيتقال اللي هو ايه لعيبه الكوره كذا واحد دخلوا واللي نجح عدد محدود او اللي نجح واحد او الكلام ده، يعني لو قعدت تفكر في الحاجات دي هتهمد. انا بتكلم من منطلق تاني خالص، انا بقول لك انا حاجه بحبها فوارد جدا ان انا اخش اجربها من حبي فيها. تخش تجربها يعني، انت هتخش وتشوف الدنيا، بس هو ريسك طبعا لما انت بتبقى يعني محبوب ومشهور في الكوره وبتعمل برامج كوميديه الى حد ما، وبعدين تخش تمثيل فيلم وبتاع وحاجه كده، اعتقد انه ريسك كبير. يا عم في ريسك؟ ريسك هو التمثيل قله ادب؟ لا، ريسك كبير على ان الناس تلاقيك مثلا في كذا مشهد وموهبتك ما تساعدكش مثلا انت تضحك الناس كتير. ما هو فيلم كوميدي انت لازم تضحك الناس. هو الواحد مش لازم يطلع يضحك الناس. ليه؟ مش فيلم كوميدي؟ هو لا، ومين قال انه كوميدي؟ انت اللي قلت لي. انا قلت لك الفيلم حلو جدا. والله قلت لي كوميدي. انا قلت لك محمود كريم محمود عبد العزيز دمه خفيف. طيب. فانت استشفيت ان الفيلم كوميدي. طب عملت ايه؟ تعاقدت فعلا مع شركه برومو ميديا؟ حصل، تعاقدت مع شركه برومو ميديا ومضيت من يومين ثلاثه فاتوا. امجد صبري وايهاب طلعت. ايه بقى التعاقد شكله عامل ازاي؟ يعني مش عايز اعرف التفاصيل الماليه اكيد، بس التفاصيل انا نفسي. لا وعادي، انت لو عايز تعرف التفاصيل الماليه مش هقول لك. طيب ما يبقى خلاص، يبقى كني ما لا سألت. انت اسالني ايه هي التفاصيل الماليه إيه وانا مش هقول لك يعني، مش هرد عليك. بس انت اسال انت جاي ترخم عليا يا عم على اخر الليل. لا اسال. طب ايه هي التفاصيل الماليه؟ يعني الحمد لله خدت مبلغ، اتفقنا على مبلغ يعني يرضيني تمام ومناسب بالنسبه لإيهاب، يعني مناسب بالنسبه لنا احنا الاثنين. وان شاء الله التعاقد يعني مدته قد ايه؟ مدته 3 سنين. هنقدم فيها برنامجين في السنه، شهر برنامجين في السنه يعني 6 برامج في ال3 سنين. شهر رمضان هنعمل فيه برنامج، و 11 شهر الباقيين هنعمل برنامج، بس هيكون برنامج اسبوعي يعني حلقه واحده في الاسبوع. حلقه هيبقى برنامج رياضي يعني، هتتكلم في حصاد مثلا للرياضه في الاسبوع دوت ولا والله بص هو هيبقى رياضي يعني. رياضي. الفكره بقى هتطلع في وقتها يعني. المفترض التعاقد هيتفعل من امتى؟ يعني هتبدا شغل وتصوير من امتى المفروض؟ ان شاء الله يعني احنا بنبتدي نجهز، وان شاء الله ممكن بعد شهر شهرين بالكتير قوي نبتدي نطلع يعني. كنت خلاص خدت قرارك ان 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 الموضوع بالنسبه لك اعلامي وسينما بس؟ مفيش تدريب، مفيش اداره؟ لا انا موضوع من زمان، وانا يعني اقول موضوع الاداره دوت ما كانش في تفكيري يعني. موضوع التدريب او الاداره يعني احنا قعدنا في حرق الدم فتره كبيره قوي وضغوط كبيره جدا على مدار سنين طويله، فانت وجودك في المجال الاداري او المجال التدريبي برضو بيخليك بتواصل نفس الضغوطات وكده. فانا مش حابب ان انا اكمل في المجال دوت، وبناء على كده ما خدت قرار من فتره يعني ان الواحد يستمر بقى في حاجه تانية يعني، يمشي في حاجه تانية. وكان الناحيه الاعلاميه هي اللي بفكر فيها والحمد لله. ولا انتخابات مجلس اداره مثلا ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه ليها علاقه بالقصه دي؟ ما اعتقدش. ما تعتقدش؟ ما تعتقد بس ما بتقفلهاش يعني؟ لا لا بقى ما بقفلش، انا ما بقفلش اي حاجه خالص. وانت عارف كده كويس. سمعت انك ممكن تمسك مدير تسويق في النادي الاهلي؟ سمعت الموضوع ده؟ الموضوع ده على فكره نزل فجاه في مواقع وانتشر فجاه وبقت الناس بتتكلم فيه كتير. وانا ما اعرفش اساسا الكلام ده جه منين وايه اصله ومين اول واحد قال الاشاعه دي، الناس مشيت وراها انا ما اعرفش. طب بسطتك؟ محدش كلمني اساسا. طب بسطتك بغض النظر ان هي اشاعه ومحدش كلمك من المسؤولين، بس بسطتك يعني ممكن حبيت ان انت لقيت تقدير من النادي الاهلي؟ هو الكلام ما طلعش من النادي الاهلي اساسا. ما هو تقدير ايه من النادي الاهلي اذا كان الموضوع اساسا بقول لك ان هو اشاعه؟ وهما اساسا في النادي الاهلي عارفين من زمان كابتن خطيب ذات، عشان اتكلمت معاه كتير قبل كده، فهو كابتن خطيب عارف دماغي وهو عارف ان انا مش ميال قوي للناحيه دي. يعني كابتن خطيب عارف كده، فانا برضو ما اعرفش مين اللي قال فجاه كده ان بركات هيمسك وبتاع. لا لا مش كده وبس، ده في ناس ابتدت بتقول صفقات اللي ابتدى ليك دخل في من ضمن الحاجات الصغيره اللي ملهاش يعني، هي بسيطه جدا بس من ضمن الحاجات يعني ايه، ان بركات اقنع مانجا بالتجديد. انا ما شفتش مانجا من يوم ما بطلت وما اقنعتوش وما جراش ما بيننا اي مكالمه ان انا اقنعه في التجديد. فانا مش عارف اللي بيكتب الكلام ده بيكتب بناء على ايه. هي حاجه بسيطه جدا. بس هو كله بقى ايه يعني، كله ماشي بركات خلاص هيمسك استنتاجات تسويق يعني. بركات هو اللي اقنع مانجا، بركات في طريق ان هو يخلص ما اعرفش ايه، ونظرا لعلاقاته القريبه باللعيبه وعلاقاته الجيده بلعيبه الانديه الثانيه وعلاقات حاجات كتير فظيعه. طيب خلينا اطلع اخد تقرير وبعدين ارجع اتكلم معاك، لان لسه بقى هنخش في الكلام الكبير.
سيد معوض. ياه طب ما نتكلم.